السلام عليكم. مساء الخير، كيفكم؟ اليوم داخلين على وحدة جديدة بعد ما خلصنا عناصر السلوك الجماعي، عناصر السلوك الفردي. اليوم داخلين على عناصر السلوك الجماعي. شفنا من خلال المحاضرات السابقة ان سلوك الانسان، سلوك الموظف، الواحد مننا يتأثر بالعديد من العوامل تحدد هذا السلوك. لماذا هذا السلوك؟ ليه ده بيتصرف كده؟ لانه ادراكه، لانه تعلمه، لانه دافعته، لانه شخصيته، لانه قيمه، لانه اتجاهاته. واحدة منها اثرت على هذا السلوك. اليوم داخلين على عناصر السلوك الجماعي. ايضا الواحد مننا والموظف لما يكون جزء من مجموعة ايضا سلوكه بيتأثر بالمجموعة. نشوف جماعات العمل والقيادة من خلال هذه المحاضرة. قبل ما نبدأ، في حد عنده سؤال او استفسار؟ شباب، قبل ما ندخل على المحاضرة. ايه، تسلموا. تسلم يا خالد. نبدأ. نعم يا هاجر، اشوفتها مسجلة يعني. وعجعيها مهجر. تسلم يا رندا، اديكم الصحة والعافية. امس كان في محاضرة، شباب حضروا يعني. وينكم؟ يبقى نشوف راجع المحاضرات المسجلة. تم الإعلان عنها المحاضرة من وقت تعويضية. إذا نشوف ما هي الجماعة، ما هي الجماعة كمفهوم؟ شنو الجماعة؟ عدد من الناس. نحن أكدنا عليك لا تحفظ، لا تحفظ، لا تحفظ التعريفات ولا أسماء العلماء العرب. ما هي الجماعة؟ عدد من الأفراد، مجموعة من الناس تربط بيناتهم علاقات، علاقات يمكن ملاحظتها والتعرف عليها. يعني عادي جدا ممكن نقول أوروبا ورندا ووفاء ونايف وعبد الله وأسماء، هذول شلة أصدقاء يمكن ملاحظتها. أو الجماعة، أنا بقول الكلام يا نايف ركزوا عشان ما تكتبوا ساي. أنا الكلام قلته الآن قبل ثواني، إنه أسماء العلماء عشان ما يعني ما تكون تهرجل، يعني تكون هم ما تكتب في الكتاب أكثر من هي تسمع تابع المحاضرة في نفس الموعد. أكل الكتاب أنا عشان الناس تقدر تستفيد. في ناس بيجوا عايزين أسئلة مكررة، فعلا أسئلة مكررة. فما هي الجماعة؟ عدد من الأفراد، مجموعة من الناس بتربط بيناتهم علاقات. هذه العلاقة يمكن ملاحظتها والتعرف عليها، أو ممكن نقول اثنين أو أكثر. مجموعة مكونة من اثنين أو أكثر من الناس بيتفاعلوا ويتبادلوا كلام ويتجاذبوا أطراف الحديث، بيتغاسموا أهداف، عندهم هدف. ما في مجموعة من الناس، ما في أصدقاء، ما بكون عندهم هدف. في ناس هدفهم إنه يسولفوا ويضحكوا، في ناس عايزين يتقصدوا، في ناس عايزين يستفيدوا من بعض، في واحد عايزين. لازم يكون في أي علاقة بمجموعة من الناس يكون في هدف. في المؤسسات معروف انه اي ادارة هي مجموعة من الناس عندها هدف محدد. ادارة التسويق او ادارة الانتاج او الادارة المالية
عنده أهداف محددة، عنده أنشطة محددة تقوم بها. ما هي الجماعة؟ وحدة صغيرة نسبية تتكون من عدد من الأفراد بيحدث بيناتهم تفاعل لتحقيق هدف مشترك. أي كان هذه الجماعة، جماعة عمل أو جماعة أسرة أو جماعة في المجتمع أو 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 أو. من هنا شوف الناس تزعل عشانه، شيء غريب يعني مثلنا شيء غريب. المورر المطلوب منك كل ما ورد في المادة المسجلة زائد المادة درستك منها، لا تعتمد على التكاليف، لا تعتمد على كل ذات، دي مساعدة لك. الله يلا قفل الشاب، أنا ما عايز أكون ديكتاتور يعني. ركز على إنك تقرأ، ركز على المتابعة. أنا بفتح فقرة للأسئلة، عندنا هذا المورر محاضرتين للمراجعة. كل أسئلتك واستفساراتك اللي دايرة في رافت هنجاوبها. ركز الآن على المحاضرة عشان تستفيد. الله يرضى عليك. ولا تعمل تشويش للناس المركزين يعني بالأسئلة والاستفسارات الكثيرة. يبقى من هنا نفهم خصائص الجماعة، إنه هم عدد من الناس محدود نسبيا. أنا أقول محدود نسبيا يعني يمكن أن يتواصلوا، يعني ما ممكن نقول جماعة من مليون شخص أو 100,000 شخص. من خصائص الجماعة إنه هم أفراد عندهم أهداف مشتركة، في شيء عايزين يعملوه، بيتقاسموا أهداف. بيؤدوا كل شخص في وسط هذه الجماعة بيؤدي دور مطلوب منه وصولا لتحقيق الهدف. هناك تفاعل وتواصل بين هذه المجموعة، وأي جماعة عندها أسس ومعايير بتحطها بتضبط سلوك المجموعة. يعني إذا كان عواطف وربا ورندا ووفاء ونايف وعبد الله وضحى وأسماء وأشواق وأمل، هذول جماعة. تأكد تماما ما بالضرورة تكون في أسس مكتوبة، لكن في ضوابط بتضبط هذه المجموعة، مجموعة سلوكيات الغير. أي واحد من هذول أتى بسلوك غير، الجماعة بتلفظه بتبعده. أي شخص بيكذب نحترمه نبعده. دي الأسس بتقوم عليها. يبقى أي جماعة مفروض تكون عندها أسس في العمل، في أسس في لوائح بتنظم سلوكيات الموظف. في المجتمع عادي الجماعات الأخرى غير جماعة العمل في أسس متعارف عليها اجتماعيا، في قيم، في عادات، في تقاليد، في ثقافة المجتمع وغيره. يبقى بالضرورة أي جماعة يكون عندها أسس ومعايير تضبط سلوك الأفراد فيها. نفهم من هذه الشريحة إن الجماعة هم عدد من الأفراد تربط علاقات بيناتهم، في علاقة بيناتهم يمكن ملاحظتها ويمكن التعرف عليها، أو في اثنين أو أكثر من المجموعة يتكون من اثنين أو أكثر بيتفاعلوا بيناتهم وبيتقاسموا أهداف، عندهم معايير ولهم هوية مشتركة. واضح الكلام ده شباب؟ معاي؟ واضح؟ هل ممكن تشغل المشا ولا ما فهمت السؤال ده؟ نايف بيقول هل ممكن كيف ما تنشأ المنشأ؟ قسم التسويق في المنشأ هو جماعة، الإدارة المالية هي جماعة، قسم الموارد البشرية جماعة، هذول الجماعات. والمنشأ ككل مجتمع جماعة، عندها أسس وعندها لوائح وعندها أهداف ويمكن التواصل بيناتهم وغيره يتقاسموا أهداف. هو بالدرجة الأولى إحنا نتكلم عن الجماعة بنقصد جماعة المنشأ نفسها، ما بنقصد الجماعات اللي، لكن بشكل عام انا بتكلم بشكل عام فشا العلاقات والجماعات. واضح يا نايف؟ تفضل.
يبقى هذه الجماعات انواع، هذه الجماعات انواع خاصة في المنشآت. انا مركز على الجماعات في المنشأة نفسها، في المجموعات الوظيفية، في فروق العمل، احفظيها يا زينة. نعم احفظيها. هقول لك احفظيها عشان هتقول لي انت ما قلت ما تحفظيها، لانه انت اصلا عندك علم. لو حضرت المحاضرات السابقة او بديتي معانا المحاضرة دي شباب. القصة يا ده والله مشكلة ذات النظام، احنا نغير موعد المحاضرة دي، الا نغير موعد المحاضرة. شكله كل في اللحظة دي كل الاساتذة شغالين. يلا انواع الجماعات: المجموعات الوظيفية، فروق العمل، فروق البيور والصداقة، اللجان، الجماعات غير الرسمية، جماعات الضغط. يبقى ما هي الجماعات الوظيفية؟ ديل يا شباب داخل المنشأة تلقى المحاسبين، الإداريين، الفنيين، المهندسين. ديل مقصود بيهم المجموعات اللي بتنشأ بقرار من السلطة الرسمية في المنظمة، والمجموعات الوظيفية هي الوحدة بتكون في هيكل التنظيم، في إدارة التسويق، إدارة الإنتاج، إدارة كذا، إدارة كذا، إدارة كذا. الناس اللي بيشغلوا وظيفة يسموه الجماعات الوظيفة، هذول الجماعة. ونفروا العمل، ودي اللي بيتم تكوينها لإنجاز مهام محددة، وهذه الفرق تنتهي بمجرد انتهاء المهمة، اسمها فرق العمل، أيضا جماعة. ونفروا الميول والصدارة، ديل مجموعة من الناس داخل المنشآت بتكون عندهم ميول مشتركة وعندهم اهتمامات مشتركة. مثلا بيشجعوا الهلال، بيشجعوا النصر. النصر انهزم قبل شوية يا شباب. بيشجعوا كذا، بيحبوا السفر، غيره. هلال على السكين أصلا. بيبقى فرق العمل دي بيتم تكوينها من اجل انجاز مهمة محددة. المجموعات الوظيفية الناس اللي بيشغلوا وظيفة واحدة او موجودين في ادارة واحدة. يا هاجر مثلا الادارة المالية في المنشأة دي مجموعة وظيفية، ادارة التسويق في المنشأة. هناك اللجان دي بيتم تشكيلها لعمل مثلا لدراسة حالة، مثلا لجنة التأديب، لجنة المشتروات، لجان اختيار الموظفين، ولجان التعيين. دي ايضا مجموعة عمل. هناك المجموعات غير الرسمية او الجماعات غير الرسمية، ودي المهمين جدا هنركز عليهم بعد شوية. الجماعات غير الرسمية دي جماعات بتنشأ بطريقة عفوية داخل التنظيم الرسمي. دي ناس بيكونوا داخل المؤسسة وعندهم آراء تجاه المدراء، تجاه سياسات المؤسسة، تجاه إدارات المؤسسة. هذول ما بيقدروا يتكلموا عن آرائهم بشكل رسمي، لكن يجلسوا يحكوا
والله عادل كذا كذا كذا، والله المدير ده كذا كذا كذا، زي المعاظين اسمهم تنظيمات غير رسمية بتنشأ داخل التنظيم الرسمي، تربط أيضا بيناتهم مصلحة مشتركة. وهناك جماعات الضغط، دي من المنشآت الكبيرة أنا ما لاحظتها في المملكة يعني. يعني مثلا عندنا في السودان موجودة، في بريطانيا موجودة، في أغلب الدول اللي هي زي نقابات العمال، نقابات العمال، اتحاد العمال. داخل المنشأة بعض المرات بتكون في نقابة تحمي هؤلاء العمال، تنادي بحقوق هؤلاء العمال، يسمون جماعة الضغط. دي أيضا جماعة. بيبقى داخل المنشأة هناك العديد من أنواع الجماعات، الجماعات الوظيفية، فروق العمل، فروق الميول والصداقة، اللجان، الجماعات غير الرسمية، جماعات الضغط. واضح هذا الجواب؟ ده اللي يؤثر في سلوكيات الموظف. سؤالنا، ما هي أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية؟ اللي احنا قبل كده قلنا عليها زي المعارضة. هذه الجماعة غير الرسمية مجموعة من الأفراد عندهم حاجات مختلفة، سواء كانت اجتماعية أو فسيولوجية أو نفسية. هذه الجماعة بتحاول تجمع، كل واحد بينتسب لهذا النوع من أنواع الجماعات بحاول يجمع حاجاته ورغباته. ليه بيتكون الجماعات غير الرسمية؟ الحاجة للانتماء. أنا مجرد ما جيت تم التعاقد معي جامعة الإمام ببحث عن السودانيين، بشوف السودانيين مين في الكلية، في القسم، في حاجة للانتماء. أسباب تكوينه حاجة للأمن، تحس بأنك ظهرك محمي، لو حصل لك ظروف غير أنت معك شباب، معك جماعة. الحاجة للتقدير، الإنسان بيحتاج باستمرار للشكر والتقدير وللانتباه للإنجازات. عايز شخص بعد ما عمل حاجة أحكي له وقول له والله أنت ممتاز، شجعني. الحاجة لتأكيد الذات، أنا هنا. الحاجة للمساندة والمساعدة الجماعية، متى ما احتجت مرضك ظروف تلقى الجماعة. الحاجة للمعلومات، كثير جدا من المعلومات ما بتجي بشكل رسمي من المدير أو من الإدارة، لكن بتسمع بها في الجروب طبعا، الناس أصحابك قالوا وقلنا وقالوا وقلنا. حصول على المعلومات، قالوا حافظ الليلة في حافظ، المرتب بينزل، قالوا في ترقيات، قالوا. وهناك أسباب ثانوية لتكوين هذه الجماعات الرسمية، مثلا الناس أعمارهم قريبة لبعض بتلقاهم مع بعض، البنات تلقاهم مع بعض، الأولاد يكونوا مع بعض. واضح الكلام يا شباب؟ دي أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية. يبقى السؤال، هل مهمة جماعات العمل غير الرسمية؟ هذا التنظيم الممكن يكون داخل التنظيم ممكن يكون معارض لسياسات الإدارة، هل هي مهمة؟ نعم مهمة، بالرغم من أنها هي مزعجة، لأنه الناس ممكن يعارضوا الإدارة، ممكن يكون عندهم وجهة نظر تجاه الإدارة، لكن هي مهمة. أين تكمن أهميتها؟ الجماعات غير الرسمية تأتي أهميتها من أنها هي بتساهم في تحقيق أهداف المنظمة، لأنه الجماعات دي عبارة عن ناس مستقيمين مع بعض، تلقى السودانيين مع بعض، تلقى الناس اللي أعمارهم مع قدري بعض، تلقاهم طالعين في انسجام، وده بيسهل إدارة المؤسسة متى ما عايز تكون فرق عمل. نحط مثلا السودانيين مع بعض، تلقى الناس اللي اهتماماتهم قريبة لبعض، نحطهم في لجنة واحدة، بيساهم مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف المؤسسة، لأنه بيحدث انسجام. لو الناس داخل المؤسسة ما في شكل جروبات وجماعات، معناته في تنافر، معناته كل واحد ما بيرضى بالآخر. بالتالي جماعات العمل غير الرسمية هي بتساهم في تحديد أهداف المنظمة، أيضا بتساهم وتسهل عملية إنجاز الأعمال والأنشطة، لأن الناس مستجمين، وأي واحد في قصور بيسدوا لبعض، في شيء غلط بنحاول نصحح لبعض، تسهل عملية إنجاز الأعمال والأنشطة. انتوا اصحاب اصدقاء منسجمين، معناتها
كل واحد بيشيل للآخر يعني. أيضا تكمن أهميتها في أنها تمثل قنوات اتصال إضافية غير التنظيم الرسمي، غير القرارات اللي يصدرها المدير والمذكرات والتكليفات والأشياء اللي تلقاها في البورد بتاع المؤسسة، دي أشياء رسمية. هي بتقدم قنوات اتصال غير رسمية إضافية. يعني مثلا المدير تلقى بيقول قالوا في حافل، قالوا في قالوا في التنبؤ بتاع الأخبار قبل ما يطلع القرار، تلقى ريحة القرار يعني قبل ما يطلع تلقاه وصل لكل الناس. دي وصل كيس بجماعات العمل غير الرسمية. أيضا هي مهمة لأنها بتجد حاجات ورغبات الأفراد الاجتماعية. في ناس عايزين يسولفوا، في ناس عايزين يضحكوا، في ناس عايزين يتونسوا، في ناس عايزين يحكوا لبعض، في ناس في ناس في ناس. الأخيرة يا نايف، في ناس بيمشوا العمل عشان 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 يعني عشان الصحاب والأصدقاء. الواحد لما يمشي العمل تلقاه مستاء، الواحد تلقاه عايز يطلع من 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 جو البيت فيها في الأسف يعني، عشان الأصدقاء وتلاقي الشباب وتلاقي كده. في بقى حاجات اجتماعية. أيوة أيضا هي بتساهم في توسيع قاعدة بطاقة الإشراف، لأنه تملك معلومات، تملك معلومات كثيرة هذه الجماعات، جماعات العامة غير الرسمية، بتعرف مين المدير اللي فات واللي قبليه ودي سياساته كيف وغير. هي الأسباب أو العوامل اللي تؤدي لأهمية تكوين جماعات العمل. واضح كلام يا شباب؟ يبقى السؤال هنا، 200 الفرد كلنا احنا موجودين الآن في المحاضرة دي، كلنا عندنا جماعات، كلنا عندنا جماعات، كلنا بننتسب لجروبات، كلنا. لكن السؤال، 200 انت تكون أكثر خضوع لمعايير الجماعة، 200 انت تسمع كلام الجماعة باختصار يعني بالبلد يعني، 200 انت تكون حبيس هذه الجماعة. متى؟ اذا قلنا اي جماعة عندها اسس، اي جماعة عندها اسس وعندها معايير، اللي بيخل بهذه المعايير ممكن تنفض هذه الجماعة، ممكن تبعد هذه الجماعة. العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة، مدى ترابط هذه الجماعة، جماعة مترابطة، ناس متقاربين، ناس بيطلعوا وينزلوا مع بعض، ناس بيتواصلوا باستمرار، لين انت بتكون اكثر تغيدا بهذه الجماعة. متى ما كان مترابط، متى ما كان مترابطة انت بتكون اكثر خضوع ليه. المعايير المتفق عليها الجماعة، متى ما كانت معايير واضحة، ما عايزين شخص يخون الأمانة، ما عايزين شخص يكذب، ما عايزين شخص يحكي يطقطق في الآخر، ما عايزين شخص، ما هذه المعايير الناس متفق عليها، بتكون انت اكثر خضوع ليها. لو عايز تعمل حاجة غلط اللي تعملها بالدفع. العوامل الأشياء اللي تخليك اكثر خضوع، درجة وضوح الواقع اللي بيرتكز عليه هذه المعايير والقواعد، هل هي واضحة هذه المعايير؟ وهل هي معايير منطقية؟ هل هي معايير واقعية في مقدور الجميع الالتزام بها أم لا؟ درجة قوة الثواب والعقاب، إذا كان العقاب لهذه المجموعة، أي شخص بيطلع من طور هذه المجموعة عقابه كبير، أنت قبل ما تعمل أي سلوك غير بتكون كده يعني بتخاف، لأنه لو سرقت، لو خنت الأمان، لو طقطقت، لو 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 الناس ديل هيقوموا يبعدوني. درجة إيمان الفرد بقدرة الجماعة على الحكم السليم، الواحد لما يكون هو أكثر غناء عنه الشباب الأصدقاء هم المرجعية الأساسية، هم اللي بيحكموا سليم في القضايا المختلفة، هو يكون أكثر خضوع للجماعة. المميزات الشخصية للفرد نفسه، في ناس بطبيعتهم تابعين، انت لما تكون تابع من الصعب جدا تطلع، في ناس بطبيعتهم، لكن لما تكون شخص
يعني عاطي، صعب المرقص زي كده. انا واحد من الناس عاطي جدا، فمن الصعب جدا تكون خاضع لليل الجماعة. لكن شخصيتك قد تكون شخصية اصلا مش ضعيفة، لكن رجل هادي او شخصية هادئة او شخصية مسالمة. موقع الفرد ومكانته في الجماعة، انت لما تكون مهم بتكون اكثر خضوع لك لمعايير الجماعة. يبقى دي العوامل اللي بتجعل من الفرد اكثر خضوع لمعايير الجماعة غير الرسمية. واضح كلام الشباب؟ واضح. كيف الاسباب بقى حكينا عنها؟ حكينا عن الحاجة للانتماء والحاجة للكده، دي الاسباب، دي الجماعات، دي ده الجزء الاول من المحاضرات. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هي القيادة، القيادة، إدارة المؤسسة، المدير، المشرف الرئيسي على الناس. القيادة يا شباب، أنا دائما بقول كم وكمين من المؤسسات اللي كانت ملأ السمع والبصر ومعروفة أتوا لها غادة غير أكفاء ينزلوها أصبحت غير مذكورة، وكم وكمين من المؤسسات اللي كانت لا تذكر غير معروفة نجوها غادة أكفاء استغوا بها. فالقيادة هي التأثير في الآخرين وتوجيه جهوده، هي القيادة دائما دائما. هذه القيادة ترتكز على العنصر البشري، وهي دائما ترتكز على الافتراض الغائب بأن فاعلية المنظمة تعتمد بشكل رئيسي وكبير على حفظ الافراد. كيف تقدر توجه سلوكيات هؤلاء الافراد؟ ده ما هي القيادة. القيادة هي فن التأثير، كيف تأثر في الآخرين وتقودهم بهدوء وصولا لتحقيق هدفك. هي فن تنسيق الأفراد والجماعات ورفع حالتهم المعنوية للوصول لأهداف محددة، أو هي القدرة على التأثير في الأفراد لتحديد ما هو المطلوب من خلال عملية الإقناع. يبقى ينطبق المفهوم القيادة هناك ثلاث عناصر أساسية، لازم يكون في أفراد، ويكون في شخص قادر على التأثير في سلوكه، ويكون هناك هدف نصبه إليه عايزين نصليه. واضح الكلام يا شباب؟ واضح؟ يبقى السؤال، ما هي مصادر، من وين بيأتي الغائب ده بالقوة اللي بيمتلكها؟ من وين؟ ما هي مصادر قوة القيادة؟ المدير ده قوة تستجي من وين؟ السلطة الشرعية بحكم انه عنده صلاحيات مستمدة من وظيفته، مخولة عليه وظيفته في الهيكل التنظيمي المؤسس، اذا هو المسؤول الاول. دي سلطة، سلطة شرعية الخوارات عليه وظيفته. سلطة منح المكافآت، هو الشخص اللي يصدر التعليمات انه يحطوا هذا وما يحطوا هذا، وده يحطوه مكافأة مالية، وده يحطوه حافز، وده يخصموا منه. دي سلطة. القوة القسرية، استخدام القوة، الردع متى ما تقاعد شخص او قصر في مهامه نؤدبه، متى ما شخص متى ما كان هناك فرد من المجموعة او في العمل ما نفذ الاوامر تعرض للعقاب المادي والمعنى من قبل الرئيس، دي قوة ايضا. في القوة المبنية على الخبرة بحكم انه هو اعرف الناس وافهم الناس بافتراض انه الغايب هو كده، فهي قوة. في القوة المبنية على امتلاك مصادر المعلومات، هو المفروض يكون الغايب هو الشخص اللي بيعرف مسارات العمل، ما هي الخطوة القادمة والخطوة اللي بعديها والخطوة اللي بعديها، فتكون مرجعية للآخرين.
كل ما تجي خطوة يزعلوه. دي قوة أيضا، في قوة الإعجاب الكاريزما، يتمتع بصفات وخصائص وسمات ما موجودة في الآخرين، عنده كاريزما، قوة الإعجاب دي أيضا قوة ثانية جدا تقود الآخرين لأنه يحبوه لما تتمتع به من خصائص وصفات. دي مصادر القوة عند القيادة أو عند الغاية. واضح كلام يا شباب؟ ما هي أساليب القيادة؟ في أساليب كثيرة للقيادة، كيف تقود الآخرين؟ في أساليب كثيرة. في قيادة، لكن أشهر الثلاثة أساليب دي القيادة الديكتاتورية أو الأوتوقراطية، القيادة بالمشاركة أو القيادة الديمقراطية، القيادة الحرة أو يسموها قيادة عدم التدخل. دي الثلاثة أساليب هي الأشهر. لما نقول قيادة ديكتاتورية ده أسلوب نمط، هنا الغايب يقوم بإصدار الأوامر وبيخلي الآخرين فقط ينفذوا، هو الشخص اللي بيصدر الأوامر، هو اللي بيخطط، هو اللي بيقرر، هو اللي بيتابع الناس بنفسه، هو اللي بيتخذ القرارات الفردية دون مشاركة الآخرين، هو اللي الشخص اللي ما بيقبل المقترحات، هو اللي بيستخدم أسلوب الإكراه والعقاب والتهديد، هو اللي بيستعمل باستمرار سلطاته وفرض النظام. ده بسموه غايب أوتوقراطي أو ديكتاتوري، والكل في الكل. لو غاب ممكن العمل يضيق لأن كل مفاتيح اللعبة عنده. في القيادة الديمقراطية، وهنا الغايب هو اللي بيخترق، هو اللي بيسمع من الآخرين، هو اللي بيشرك الآخرين فيما يتعلق باتخاذ القرارات والتخطيط، هو اللي بيمسح المجال للمقترحات والمبادرات ويتبنى إبداع الزملاء وبيمارس إشراف على العملاء، على معلش عملاء، على العمال أو الموظفين. بيقوم على التشاور، تقوم على التشاور مرجعية المجموعة، وهنا الناس دائما يكون روح المعنوية عالية لأنه هم بيصنعوا الحدث مع الغاية. هناك القيادة الحرة أو عدم التدخل. هنا الغايب في هذه الحالة، في هذه الحالة الغايب هو بيتابع فقط، ودائما هذا النوع من أنواع القيادة بيمارس مع العمال أو الموظفين أو الناس زي الدربة العالية، أي واحد عارف شغل شنو. ما على الغايب إلا المتابعة من بعيد، ما بيتدخل الغايب إلا في الإشرافات والأخطاء الكبيرة. ودائما هذا النمط من القيادة ايوه بيمارس مع العلماء واساتذة الجامعات. يعني انا ما في حدا الغايب او الرئيس او المدير الجامعة ما بقول لي يا اخ والله قلت للطلاب كده وما قلت للطلاب كده وانت عملت كده وما عملت كده، لكن ممكن يتدخل اذا كان بدرت مني سلوكيات تنافي اسلوب التربية والتعليم. يسموها القيادة الحرة، الموظفين بيكونوا زي دربة عالية، كل واحد عارف شغله. يعني انا ليه انا عارف شغلي، بدي محاضرات عندي عليه 12 محاضرة، مفروض اعطي مثلا كويزات، مفروض اعطي تكاليف، مفروض اعطي اختبار نهائي وغير، مفروض اكمل المغرب. ده شغل. يبدأ السؤال قبل ما نجاوب يا نايف، الفرق بين شنو؟ بين الديكتاتورية والاوتوقراطية واحد. نفسها هي القيادة الديكتاتورية هي القيادة الاوتوقراطية القائمة على الغصب، على القوة، على الضغط، على التسلط. لا، ما اوتوقراطية، درسها الديمقراطية. او درست في مدارس الفكر الاداري في مواد الادارة اللي هي المدرسة بتاعت ماكس فيبر اللي اسمها بقول عليها شنو، اللي هو التصيب المؤثر بالجمود، اللي هي ما درست حاجة اسمها الاوتوقراطية، درست حاجة اسمها اللي هي المدرسة من مدرسة الفكر الإداري، ما المدرسة الكلاسيكية، اللي هو ماكس فيبر بيروقراطية، حاجة اسمها بيروقراطية.
في بيروقراطية وفي ديمقراطية وفي أوتوقراطية. يبقى السؤال هنا ما هو أفضل الأساليب؟ الديكتاتورية أو الديمقراطية أو الحرة؟ ما هو أفضل أسلوب في القيادة؟ الحرة عايز على كيفه، عايز على كيفه ديمقراطية. طبعا البنات دائما ضد الديمقراطية، عندي مشكلة دائما مع الـ مع الـ مع الـ مع الأب والزوج والأخ الكبير فيها، عايزين الديمقراطية وعايزين الحرية. يا شباب حسب الموقف ممتاز زمين ده. أنا نظري شوية في واحد كاتب حسب الموقف، نعم حسب الموقف، في موقف بيحتاج لديكتاتورية فاتخذ قرار الآن حصل حي في المصنع، أنا أجلس وأجتمع وأشارك له فاتخذ قرار مباشرة. في موقف يتطلب انه نشاورة، في موقف يتطلب انك بس تناظر سابع عيونك تشوف حياتك شنو. يبقى الموقف هو اللي بيحدد النموذج الامثل او النمط الامثل. واضح كلام يا شباب؟ اخيرا، ما هي معوقات القيادة خاصة في دولنا والعالم التالي؟ المركزية الشديدة، الغادة عايزين يبدعوا، لكن هناك مركزية جديدة ما بتعطى لهم مساحات. عدم وفرة المعلومات، في بحث في المعلومة، القرارات كلها مبنية على معلومات، والمعلومات لما تكون خاطئة أو غير موجودة تكون قرارات فيها إشكالية. عدم التفويض، ما مفوض عليه صلاحيات كبيرة، عنده حدود محددة، بالتالي تمنع الإبداع عند الغاية. مركزية يعني ما يغرر هو. القرارات مركزية مثلا بنك الراجحي فيه مثلا 100 فريق، القرارات للمدير تجي من الرئاسة فقط هو ينفذ. واضح الكلام ده يا هاشم؟ واضح يا رندا؟ البروقراطية اللي هي اللي حكيناها قبل شوية حقت ماكس فيبر اللي مرت عليكم، تعقيد الإجراءات دي واحدة من المشاكل. التخطيط غير السليم، في خطط بعض المرات بعض القادة والرؤساء في الوحدات الإدارية بنفذ في أشياء بعض المرات تكون غير سليمة، جايهم بس كده يقول لك جاتني كده. والوضع التنظيمي غير السليم للأجهزة الإدارية، في مشكلات في الهيكل التنظيمي، في تداخل في الصلاحيات، في ازدواج في المهام. دي واحدة، دي جزء من معوقات القادة والقيادة. واضح الكلام يا شباب؟ واضح؟ قلت لهم يا شباب عندنا كويز الآن، نشوف هل هو واضح ولا ما واضح كلامنا. تسلم كويز، نعطي 3 دقائق، 3 دقائق. اتمنى يا عزيزي، يلا بسرعة. تسلم 8 أسئلة، يلا بسرعة، خلوا الأسئلة كثيرة. كما هو معروف ما بيطلع من الجوال ولا الأيباد. كما هو معروف أنا بالنسبة لي ما ظهر الكيوزات الأسئلة عشان أعطي كل لعبة. كالعادة بنقول واحد يصور ونزل في المنتدى للشباب يعني. دي الأسئلة المحتاجة يعني نجاوب عليها بشكل مسبق. بعد كل محاضرة في كويز يالا، فأول مرة تحضر يعني انتي ولا؟ يلا يلا اشتغل. ممتاز، تخلص الجماعة ممتاز تمام يا يمين يا فكرية.
نلتقي ان شاء الله الاسبوع الغالي في محاضرتين ايضا. تمام. تمام تمام نبيلة 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 تسلم يا سالم. أشوف الإجابات. عبير الشيء اللي أنا درستك له معك نزل المنتدى، نزل المنتدى الملخص، نشوف في قضية فكرية إن شاء الله. نشوف نشوف الوضع الأسبوع القادم. يلا بالتوفيق، نستقبل الأسبوع القادم إن شاء الله.